غيرت لفت حجابي اولا لانه الدنيا صيف وبلش يصير شوب كتير، ثانيا لانه بعض الفانز صراحه بعثوا لي لوكات وستايلات كتير حلوه، فحاولت اني اخذ لوكات جديده. لحد الان انا ما فهمت تفكيركم ابدا، يعني انتوا الواحد كيفت في حجابك ليش الحجاب يعني كيف بدك تشيل حجابك عنكم؟ يعني اذا الواحد غير لفت حجابه معناته انه خلص بده يشيل الحجاب؟ انتوا هاد تفكيركم مثلا ولا كيف؟ بدك تفوتي على الامتحان ما تتوتري ابدا، بالعكس هيك تكوني فايته، واكيد انت دارسه فكوني فايته بدراستك. يعني شو مين عم يحكي؟ اكثر حدا بتوتر بالامتحان بيقعد بيبكي شو حجيب. ايه رح نزل تيك توك، وانا اصلا من زمان قلت لكم بدي اسوي تيك توك، بس كيف عم بستنى اخلص امتحانات، فكونوا جاهزين لقناه اليوتيوب ولا التيك توك سوا. صراحه عم بعمل كثير شغلات حلوه، كونوا جاهزين لها. يمكن اطلع مع يوتيوبر جداد، بكونوا متحمسين كثير للافكار الجديده جد. صراحه ايه فخوره فيكم كثير مو شوي حتى، وعن جد العالم كله ما كنت اتوقع انكم تكونوا هيك لهالدرجه هيك واقفين معي للاخير. هلا عندي بتنزل، انا بتابع تليجرام فبتنزل اليوم المساء عندي، ما بعرف بقى عنكم ايمتى بتنزل. برافو عليك هناني، كاني ما اعاني وضحكتي سما، صار السبب في كل قلب حب رسمه، عكس اتجاه الارض طلع